بهدف التعرف على التراث الأمازيغي الزياني والوقوف على أسلوب حياة ساكنة هذا الشق من جهة بني ملال خنيفرة، نظمت مؤسسة روح أجدير الأطلس معرضاً بالمركز الثقافي أبو القاسم الزياني بخنيفرة، حيث تم تسليط الضوء على الفنون والتقاليد والعادات والأدوات والمخطوطات الموسيقية بالإضافة إلى تقاليد اللباس. معرض موسع يتضمن الفن التشكيلي ويتضمن كذلك المنتوجات المحلية التي كان يستعملها الأمازيغ في ثقافتهم وفي حياتهم اليومية، ما سميناه بفن العيش، وكذلك واحد الجزء كبير من الأرشيف الغنائي والموسيقي بالأطلس المتوسط. يسعى المعرض لإبراز القطع الثمينة والأدوات التي اعتمدتها ساكنة الأطلس المتوسط في يومياتها من خلال تقريب الزوار من هذه القطع وغيرها من الأدوات والأعمال والملابس التي ساهمت في إشعاع الأطلس المتوسط كالزربية الزيانية الشهيرة. الاشتغال ديال الاخوان الفنانين التشكيليين كان مركز على الثقافه الامازيغيه وخاصه الحرف الامازيغي والمراه الامازيغيه وكل رموز الثقافه الامازيغيه في الاعمال التشكيلي. المعرض يشكل فرصة لتقديم الثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا ثقافيا وتراثيا راسخا في تاريخ المملكة، ودعوة للحفاظ على هذا المكون الأساسي للهوية المغربية الأصيلة الغنية والمتنوعة.